حرامة ضرب الأبناء. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة. كل أسبوع أخصص حلقة للإجابة على أسئلتكم. فجاءني سؤال: أنا أقوم بضرب طفلي أو ولدي دائما، فهل هذا حرام أم لا؟ فإجابتي على هذا السؤال: أوضحت العديد من دار الإفتاء التالي أن الإسلام هو دين الرحمة، وقد أمر بالرفق أعزائي، ونصح بعدم ضرب الأبناء، وذكر: لذلك فإننا ننصح الوالدين بعدم ضرب الأبناء، لأن ذلك يزرع النفرة والبغض في قلوبهم، وقد نهى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن إهانتهم وضربهم، لا سيما ضرب الوجه أيضا. فبالتالي إلى اللقاء أعزائي وأحبائي في حلقة جديدة.